بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدين قناة مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة العيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. مع حضراتكم النهاردة مهندس أشرف عمران خليفة. النهاردة مع حضراتكم مهندس أشرف عمران خليفة، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن الخبرات الفنية اللي بيكتسبها الطالب الثانوي الزراعي لما بيلتحق بالمدارس الفنية الزراعية. اتكلمنا عن ازاي يقدر يحكم على درجة الحكم على جودة التقاوي، والحكم كذلك على ازاي انه يحكم على جودة الاراضي والخصب بتاع الارض. وشفنا المهارات الفنية اللي تمتعت بها أبنائنا طلبة وطالبات الثانوي الزراعي، زي صيانة وتركيب شبكات ري بالتنقيط. وفي الأقسام الأخرى مثل أقسام الكيمياء، شفنا طلبتنا إزاي يقدروا يعدوا محلول، إذا كان محلول مخفف أو محلول مركز، كان محلول غذائي أو محلول سكري أو محلول ملحي. كل هذه المحاليل والحاجات اللي احنا عرفناها النهارده مع بعض، هنمسك الخبرات الفنيه اللي اكتسبها الطالب معانا في التعليم الفني الزراعي وهندمجها كلها مع بعض كده في خلاط، وازاي نشوف ان احنا نقدر نفيد اسرتنا، نفيد البيئه المحيطه بينا، نفيد بلدنا من خلال الخبرات الفنيه اللي احنا اتعلمناها. وهنترجم الخبرات الفنيه اللي احنا اتعلمناها ديت في حاجه هنستفاد بيها فين؟ في البيت واحنا قاعدين في فتره الاجازه او بعد التخرج، لحد ما الاقي فرصه عمل مناسبه ليا خاصة بالمجال بتاعي، ألا وهي زراعة الأسطح. زراعة أسطح المنازل، في كتير منا عنده السطح بتاع البيت بتاعه سطح كبير عايز يستغله في حاجة كويسة. هنستغله إيه في الزراعة؟ نستفاد إيه منها؟ عندك مساحة كبيرة في البلكونة عايز تجملها وتخلي المنظر بتاعها جميل، هنزرعه وهنستفاد منه. في ست البيت عندها حته كده كبيره في المطبخ او جزء في المطبخ مش مستغل، ممكن تزرع فيه بعض الخضروات تستفاد بها ايه في البيت، تفيد بها بيتها ايه واولادها. تعالوا مع بعض نشوف حاجه سريعه كده عن زراعه ايه الاسطح. دي صورة لزراعة الأسطح معانا، الجهاز البيئة اللي احنا بنزرع بيها زي ما شايفين حضراتكم على مواسير، اللي هي المواسير البلاستيك اللي بنستخدمها في الصرف، مواسير 4 بوصة. وهنتكلم عن تركيب الجهاز ده ازاي نعمله وازاي ايه نقدر ايه نستفاد بيه في الزراعة بتاعتنا فوق أسطح المنازل. وكذلك الأمر في الصورة التانية زي ما احنا حضراتكم شايفين زراعة بعض الخضروات الورقية في الترابيزات، برضو ايه ترابيزات من الخشب، عندي شوية خشب قديم في البيت اقدر ايه استغلهم واقدر استخدمهم فين؟ في زراعة الاسطح. زي حضراتكم ما شايفين معانا ده فيديو على السريع هيوضح لنا زراعة الاسطح، شكل السطح هيبقى عامل ازاي بعد عملية الزراعة اللي احنا شايفينها ديت. ديت زراعة في اطباق فل وزراعة في ترابيزات، وديت موجودة فوق أسطح المنازل. بيستخدم دايما أصحاب الفنادق الكبيرة، والفنادق الكبيرة بدأت تزرع فوق الأسطح بتاع الفنادق الخضروات اللي هي خاصة بإيه بالفندق، منها وفر استهلاك أو وفر إزاي إنه يجيب الخضروات للفندق من بره، وكذلك ضمن الجودة بتاعتها، وبدأ يضمن إن الخضروات ديت أصبحت أورجانيك ما فيهاش مبيدات إيه مضرة بالصحة وخلافه. زي حضراتكم ما شايفين معانا في الصور اللي بتتعرض في الفيديو ديت الشكل بتاع السطح بعد ما زرعناه. شوف بقى ازاي جميل وبقى ازاي ايه منسق وشكله كويس. ديت زراعة على مواسير في بعض ايه انواع الخيار، في خس مزروع على المواسير، كل ده فوق اسطح المنازل. عايزين احنا نخلي نقعد نفكر بقى مع بعض كده، بيتنا وسطح البيت عندي هقدر اخليه بالجمال ده ولا مش هقدر
من خلال توظيف المهارات الفنية اللي أنا اكتسبتها من خلال دراستي في التعليم الفني الزراعي. زي حضراتكم ما شايفين منظر الأسطح للفنادق، الفيو شكله جميل ومريح للنظر، وكذلك ايه هتجدد اكسجين اكتر من نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي موجودة في الجو عادم ايه السيارات. ليه؟ لان النباتات اللي انت هتزرعها هتبدأ تستهلك ثاني اكسيد الكربون وهتديك اكسجين، فبالتالي انت هتحس بانتعاش وايه وحيوية خاصة ايه بيك. زي ما حضراتكم شايفين التشكيلة كلها للأسطح، احنا عايزين بلدنا كلها تبقى كده. وظف التكنولوجيا بتاعتك، وظف تعليمك في زراعة أسطح إيه المنازل علشان يطلع شكلنا إيه جميل، شكلنا إيه يعني ينمو إلى الفخر إن أنا خريج تعليم فني زراعي، دمجت كل الخبرات الفنية اللي أنا اتعلمتها فين في زراعة الأسطح من خلال الأجهزة المعينة، وأجهزة بسيطة هنتكلم عن تركيبها وإزاي تصنعها، وحاجات جديدة جدا موجودة عندك في البيت وتستخدمها في الزراعة، وهنقول لك هتوظفها ازاي. بيقول لك هنا اصبح انتاج الخضروات بنظام الزراعه بدون تربه، والتي يطلق عليها اسم الهيدروبونيك، والتي تقام على اسطح المنازل او في مكان مغلق باستخدام الاضاءه الليد، والتي توفر كميه دقيقه من الضوء لتحفيز نمو النباتات من الطرق الشائعه في كثير من انحاء العالم. يعني انا كده نظام الزراعه اللي انا هستخدمه فوق اسطح المنازل او اسطح الفنادق دلوقتي اسمه نظام زراعة ايه؟ نظام زراعة الهيدروبونيك اللي هو نظام الزراعة بدون تربة. يعني ايه بدون تربة؟ انا هستخدم بيئات اخرى منها المية. يعني انا هزرع فوق المية، احنا هنزرع فوق المية باستخدام اجهزة معينة، باستخدام مواسير قطرها 4 بوصة، وهنشوف تركيب الاجهزة بعد ما نشوف كل حاجة خاصة بالزراعة. هنحتاج ورقة وقلم نكتب. ليه هنكتب؟ هنكتب مواصفات الجهاز والتركيب بتاعه وطريقة تشغيله، ازاي انا هشغله، ازاي انا ايه هستخدمه، علشان خاطر لما انا انفذه اقدر انفذه ايه صح. وكمان في ايه اللي هيحصل معايا؟ اللي هيحصل معايا ان انا من خلال الشغل بتاع الجهاز والتقسيم بتاعه انا هحتاج محلول مغذي. المحلول المغذي طب انا هعمله ازاي؟ هنديك المواصفات والكميات بتاعتك اللي انت هتعمل بيها المحلول المغذي، وهتقدر تشغل بيه نظام الهيدروبونيك ايه عندك. ليه؟ احنا مش هنقول كلام مرسل، مش هنقول لك في زراعة اسطح والكلام ده كله هو هتخلي السطح بتاعك شكله جميل وتشتغل. طيب ايه اللي هيشغلك؟ طيب انت السيستم بتاعك، السياسة بتاعتك بتاعت التشغيل، طيب في محلول مغذي هيتحط، هو انا هحط مية وخلاص، ولا هحط في المية سماد وخلاص، ولا كمية السماد قد ايه؟ كل الحاجات دي هنتكلم عنها وهنديها لك خطوة بخطوة بالتفصيل. تعالوا مع بعض نشوف مميزات الزراعة بدون تربة. مميزات الزراعة بدون تربة زي حضراتكم ايه ما اتكلمنا عنها، اهم ميزة ليها ايه هي؟ تعالوا نشوف. رقم 1، عدم الحاجة الى التربة الزراعية. يعني انا كده مش هستخدم ايه الارض، مش هستخدم ايه الارض. احنا عرفنا التربة الزراعية انها الطبقة السطحية للقشرة الارضية التي حدث بها التجوية والتعرية، وايه وحصل بها ايه وقمنا بالزراعة ايه من خلالها. ديت يعني رقم 1، عدم الحاجة الى التربة ايه الزراعية. رقم 2، التوفير الكبير في مياه الري والاسمدة من 20 لـ80%. من 20 إلى 80% التوفير الكبير من مياه الري والاسمدة من 20 إلى 80%. يعني ايه التوفير ازاي؟ لان انا هستخدم كميات اسمده قليله وكميه ميه قليله، هزرع ايه من خلالها دوره ميه بتشتغل زي النافوره كده، هزرع ايه عليها الاسطح بتاعتي. رقم 3، التوفير في العماله الزراعيه لعدم القيام بعمليات الحرث والعزيق، ازاله الحشائش. الحشائش هتنمو فين؟ ده انا هزرع على مواسير، هزرع في ترابيزه مساحتها 1.20 × 1.20 على ارتفاع 70 سنتي. في الحشائش هتنمو فين؟ مش هتنمو، فبالتالي انا مش هحتاج عمالة زراعية، انا اللي هشتغل مش هعمل حرث ولا هعمل ايه عزيق ولا هزيل ايه حشائش، لان المكان اللي انا هزرع فيه هيكون مهيئ لمكان الشتلة فقط لا غير. النقطة اللي بعد كده، التقليل من استخدام المبيدات الزراعية. الله، دي احلى حاجة بقى، احلى حاجة ان الخضار اللي انا هنتجه عندي ما فيهوش ايه مبيدات زراعية،
ما استخدمتش ليه ايه اي مبيدات، يعني طالع ايه اورجانيك، طالع ايه اورجانيك، طالع عضوي، طالع طبيعي، ما فيهوش اي ايه حاجه تكون لها مصدر سميه هتاثر على صحتي او هتاثر على صحه اولادي. النقطه اللي بعد كده سرعه انتاج المحاصيل الزراعيه. ليه سرعه انتاج المحاصيل الزراعيه؟ انواع الخضر والمحاصيل اللي انا بستخدمها في زراعه الاسطح مدتها بتكون كام؟ 50 يوم او شهرين، ما بتزيدش عن كده، وبعد كده ابدا اجني المحصول بتاعي اللي بدا يطلع. زياده الانتاجيه في وحده المساحه. طبعا زياده الانتاجيه في وحده المساحه ليه؟ لان انا بستخدم مساحات صغيره فوق بعضيها، فانا كده بعمل توسع ايه؟ بعمل توسع راسي، انا بزود المساحه ايه؟ راسيا. بمعنى احنا شفنا في الجهاز ان احنا شفنا المواسير فوق بعضيها، المواسير حسب نوع المحصول اللي انا هزرعه ونوع النبات. اذا كان نوع النبات للانتاج الورقي او خضر ورقيه فانا بقلل فتحات المواسير، اذا كان للمحاصيل الثمريه اللي هي بتدي ثمره انا بزود المساحه بين المسافه بين الفتحات الخاصه بالزراعه. 7 عدم تلوث الخضروات نتيجه السيطره الكامله على نظام الري. طبعا انا اللي مسيطر على نظام الري، انا الميه انا اللي بضيفها عن طريق خزان بجمع فيه الميه، وفي خزان تاني بيتم الصرف فيه وبنعيد الدوره بتحت الميه تاني. ليه؟ لان الميه بيكون فيها المحلول المغذي، بتفضل مره واثنين وثلاثه انت بتعيدها لحد ما تنتهي العناصر الغذائيه فيها. في اجهزه انت بتقيس بيها البي اتش، واجهزه بتقيس بيها درجه الملوحه، جهاز بتقيس بيه درجه الملوحه بيعرفك اذا كنت محتاج اضافه ميه او اذا كنت محتاج اضافه محلول مغذي. رقم 8 سهولة الحصاد وانتظامه بمواعيد وكميات منضبطة. طبعا سهولة الحصاد، انت عندك زرع على ماسورة او زرع على ترابيزة، انت بتحصد على قد، بتحصد على قد بيتك او على قد استهلاكك، لانك انت زرع الحاجة دي لحاجة لاستهلاك شخصي او استهلاك منزلي. ولكن لو عملت الحاجة دي لاستهلاك تجاري طبعا انت بتبدأ تزود المساحة، بتبدأ تزود الأدوات، بتبدأ تعمل لنفسك بروباجندا ودعاية علشان خاطر الناس تشتري منك خضروات، خضار أورجانيك مش مستخدم في أي نوع من أنواع المبيدات. أولا الزراعة المائية. إيه هي الزراعة المائية؟ تعالوا نشوف تعريفها. الزراعة المائية هي أحد صور الزراعة بدون تربة، ويقصد بها تنمية النباتات في الماء كوسط أساسي للنمو، مضافا إليه العناصر الغذائية اللي هي الأسمدة التي تحتاجها النباتات للنمو بصورة طبيعية. يعني كده الزراعة المائية عندنا هي أحد صور الزراعة بدون تربة. أنا مش هستخدم هنا تربة، أو هستخدم بيئات مختلفة زي البريليت أو البيتموس أو الفيرموكلايت، انا بستخدم دي بيئات انا بزرع عليها. تعالوا نشوف مع بعض النقطة اللي بعد كده، نظام الزراعة المائية في المواسير البلاستيك. ده شكل الجهاز او الحاجة اللي انا بزرع المواسير فيها على المواسير البلاستيك. زي حضراتكم ما انتوا شايفين الجهاز بيتكون من مجموعة مواسير معمولة على شكل هرمي، في كل جنب فيه المواسير بتاعتنا دي مواسير الصرف العادية اللي أنا بستخدمها للصرف الصحي في البيت، اللي هي مواسير 4 بوصة. وأبدأ ممكن أعمل الجهاز ده من الخشب اللي هو حامل المواسير، أو ممكن أعمله من الحديد، لإما من الخشب أو الحديد. وأبدأ أثقب المواسير ديت بقطر 8 سنتي الفتحة مكان ما هحط نعتبرها كده كجورة، أو مكان ما هحط العلبة بتاعتي اللي فيها النبات بقطر كام؟ 8 سنتي زي حضراتكم ما شايفين ومعانا في الصورة كده. وهندي المكونات بتاعت الجهاز بالتفصيل دلوقتي، وهنخش واحدة واحدة كده علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي في الزراعة المائية والهيدروبونيك فوق أسطح المنازل. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين ان الجهاز ده محطوط فوق فوق السطح. الدليل على كده ان النخلة اللي جنبيه، احنا دلوقتي في مستوى مستوى الجريد بتاع النخل اللي هو موجود حوالين البيت عندنا. تعريفه، ويعتمد هذا النظام على زراعة النباتات في قنوات بلاستيكية تصمم بانحدار.
محدد بحيث يناسب خلالها المحلول المغذي على شكل طبقة رقيقة تنمو فيها جذور النباتات. يعني الجهاز اللي احنا شفناه التعريف بتاعه هو نظام زراعة النباتات في قنوات بلاستيكية اللي هي المواسير تصمم بانحدار. يعني ايه بانحدار؟ يعني انا بخلي فيه رجل اطول من التانية بحوالي من 3 ل 5 سنتي. ليه؟ علشان يعمل لي ميل او انحدار بيسهل لي انسياب المية في المواسير تحت النباتات وتتجمع في الخزان الثاني علشان خاطر استخدمها مرة تانية. ويعتمد هذا النظام زي ما قلنا على زراعة النباتات في قنوات بلاستيكية تصمم بانحدار محدد بحيث يناسب خلالها المحلول الغذائي على شكل طبقة رقيقة تنمو فيها جذور النباتات. ثم يجمع المحلول المنصرف من نهاية هذه القنوات في خزان رئيسي ثم يعاد ضخه مرة أخرى إلى الطرف العلوي للقنوات بعد تعديل تركيز العناصر ودرجة الحموضة في المحلول المغذي. الله، طب أنا دلوقت في محلول هيمشي في المواسير هيجي في نهاية الماسورة وهيتجمع في خزان تاني. طيب أنا ممكن أستغله لو أنا عندي القدرة إن أنا أجيب مضخة، والمضخة دي عبارة عن موتور نافورة 8 متر. يعني أنا لما أروح أشتري موتور نافورة أقول له موتور نافورة 8 متر بيضخ كام؟ ارتفاع 8 متر. انا بجيبه ده هو اللي بينظم لي العمليه، بحيث ان هو بيشغل لك الميه داخل الجهاز عباره زي النافوره بالظبط. انت بتشوف النافوره دلوقتي الميه طالعه ومستوى الميه في الحوض بتاعها واحد، ولكن الميه رايحه منين وجايه منين انت ما بتشوفهاش. ليه؟ لان الموتور هو اللي بيقوم بالعمليه ديت. طيب لو انا مش قادر اجيب موتور فانا كده ممكن احط خزان. الخزان ممكن استخدمه عباره عن جيرك البلاستيك سعه 25 لتر فأول الجهاز على الارتفاع، ونفس الجيركن شبيه ليه 25 لتر في النهاية بستخدمه ان يجمع لي الصرف بتاعي او المية بعد ما مشت في الجهاز بتاعي، واخدها واعيدها مرة تانية لو انا ما عنديش امكانية ان انا اجيب موتور نافورة 8 متر. طبعا موتور نافورة 8 متر انت بتجيبه بالتايمر بتاعه، انت بتظبط له التايمر بتاعه على وقت معين انه ما يضخش على طول، لا ده بيضخ على فترات كل شويه يشتغل. انت مش كل شويه تروح تشغل الجهاز، هو يشتغل شويه ويفصل شويه مع نفسه. النقطة اللي بعد كده، وهناك عدة نماذج للزراعة في الأغشية المغذية الرقيقة ومنها المثلث الهرمي اللي احنا شفنا الصورة بتاعته من شوية، وهو من أنواع الزراعة المغلقة. يعني ايه زراعة مغلقة؟ يعني دايرة المية ودايرة التغذية مغلقة، يعني المية بتدخل من ناحية تخرج من ناحية انت بتجمعها، بيسحبها الموتور تاني وبيضخها، بتبقى دايرة شغالة مغلقة مفيش اي حاجة بتتدخل فيها في النص. ويتكون من هيكل، التكوين بتاعه اهو بقى، يتكون من هيكل على شكل الهرم اللي هو بيعمل لي توسع رأسي، يتم تعليق مواسير بي في سي بقطر 4 بوصة به في أدوار أفقية بحيث تبعد كل ماسورة عن الأخرى بمسافة نحو 30 إلى 40 سنتي. يعني الماسورة أنا هخليها بينها وبين أختها من 30 إلى 40 سنتي حسب نوع الخضار اللي أنا هزرعه أو حسب نوع المحصول اللي أنا هزرعه. لو أنا هزرع خاصة هتبقى المسافة قليلة، لو أنا هستخدم خضروات ثمرية زي الطماطم أو زي الفلفل والبدنجان فأنا كده هضطر أرفع المسافة بين الماسورة والتانية. وتحتوي كل ماسورة على فتحات دائرية بقطر قصاري الزراعة 8 سنتي. يعني قصرية الزراعة أنا هحط فيها الشتلة وهاجي حاططها في الفتحة، الفتحة ديت قطرها 8 سنتي، بحيث تكون المسافة بين الفتحة والأخرى من 20 إلى 25 سنتي. ويوجد أسفل هذا النظام خزان للمحلول المغذي، والذي يحتوي على مضخة غاطسة لرفع المحلول المغذي من الخزان إلى المواسير. وقلنا المضخة الغاطسة ديت اللي هي عبارة عن موتور نافورة 8 متر. موتور نافورة بيضخ كام؟ 8 متر. هو بيكون حجمه صغير خالص، مضخة صغيرة، بحيث ان انت بيبقى عندك الجيركن حوالي اكبر خزان بيكون 40 لتر. انت بتحط المضخة في الخزان ال 40 لتر وتبدأ عملية الضخ داخل المواسير والمية ترجع لها تاني، فكده الدايرة بتاعتها شغالة حسب التايمر والوقت اللي انت ظبطه على التايمر بتاعك، هي بتشتغل وتقف لوحدها.
وذلك لتغذية النباتات، ويتم تجميع الماء المصرف من نهاية المواسير مرة أخرى إلى الخزان ليعاد استخدامها مرة أخرى. أدي شكل الجهاز. شكل الجهاز محطوط فيه الأصاري والشتلة لسه صغيرة، وشكله بعد النبات عندي ما بدأ يكبر وبدأ يشتغل والنمو بتاعه يظهر. فأنا كده عندي شكل الجهاز بتاعي، الشكل الهرمي زي حضراتكم ما انتوا شايفين. المواسير، المسافة بين الماسورة والتانية حوالي 30 إلى 40 سنتي، المسافة بين الأصرية والتانية اللي هي فتحات الأصار اللي محطوط فيها النباتات، ده ترجع حسب النباتات أو حسب المحصول اللي انت هتزرعه على الجهاز. ممكن تكون 20 سنتي، من 15 ل 20 ل 25 ل 30. وقلنا إذا كانت الخضروات ثمرية، خضروات ثمرية بزود المساحة بين فتحات الأصاري وبزود المسافة بين المواسير وبعضها، لأن الخضروات الثمرية بتعتبر بتديني شجرة صغيرة بتبدأ بتشيل الثمار زي الطماطم أو البدنجان أو الفلفل. ولكن لو أنا هستخدم حاجة ورقية زي الخس الكابوتشا، أنا بقى بخلي المسافات صغيرة شوية. دي شكل الأصرية اللي احنا بنحط فيها الشتلة بتاعتنا. أنا الشتلات بتجيني في صواني، أنا برفع الشتلة من الصينية بحطها في الكوباية ديت باستخدام، وأبدأ أسندها بإيه؟ هبدأ أسندها بحاجة اسمها البريليت او البتموس او الفيرموكلايت. دول 3 بيئات اقدر استخدمهم في الزراعه المائيه. ليه؟ وظيفتهم انهم هيسندوا لي الشتله بتاعتي، مش هتبقى سايبه داخل الاصريه. وزي ما قلنا ان قطر الاصريه ديت كام سنتي؟ 8 سنتي. علاوه على كده في القعر بتاعها من تحت في الفتحات ديت، انا بعمل لها يعني حاجه زي شريط الشاش بتاع الشاش الطبي، او بنقول عليه عويل صغير يكون في القعده من تحت يلمس الميه وهي ماشيه. افرض انت الاصريه ديت جت قصيره ما لحقتش وشم الميه او سطح الميه اللي هو ماشي جوه الماسوره، طب ما كده الشتله هتموت. طب انا عايز ارفع لها الميه ديت للشتله، فانا هرفع لها عن طريق العويل، انا بحطه احتياطي عن طريق يعني زي ما درسناه في ابتدائي خاصيه الاواني المستطرقه، وتبدا تمشي فين؟ في الشريط اللي في الالياف لحد ما توصل للشتله وتتم الري بتاعها. طريقه التشغيل، تعالوا نشوف طريقه تشغيل الجهاز تبقى ازاي. رقم 1، يتم نقل شتلات من صواني الشتل إلى قصرية الزراعة بعد ملئها ببيئة البريليت والتي تعمل على تثبيت الشتلة. يعني إحنا كده عملنا الجهاز بتاعنا وهنبدأ نشغله. هنشغله إزاي؟ هناخد الشتلة نحطها في القصرية اللي إحنا شفناها من شوية، ونيجي حاطينها في الفتحة بتاعتها، فتحة الجورة اللي هي خاصة بيها، وهنبدأ نثبتها. نثبتها بإيه؟ هنثبتها بالبريليت. هنثبتها بمادة البريليت، ولازم نحفظ المادة دي كويس، وموجودة ومتوفرة في أي مكان أو أي محل بيبيع مبيدات وأسمدة هتلاقي عنده بريليت أو بيتموس أو فيموكلايت. الخطوة الثانية، يتم وضع القصاري في الفتحات الموجودة بالماسورة، زي ما احنا شفناها من شوية برضو في الصورة إن الأصرية محطوطة فين؟ في الماسورة. الأصرية محطوطة في الماسورة في الفتحة اللي هي تم إعدادها بالظبط. النقطة اللي بعد كده، يتم ضخ المحلول المغذي من الخزان ليمر المحلول المغذي على الشتلات في المواسير، ثم يرجع الماء إلى الخزان مرة أخرى، ويستمر تشغيل نظام ضخ المحلول المغذي لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أنا بضخ الدورة عندي بظبطها على كام؟ من 10 إلى 15 دقيقة دورة الضخ. كم مرة في اليوم؟ بتكون حوالي 3 إلى 4 مرات حسب درجة الحرارة وحسب نوع المحصول اللي انت زرعه. يعاود تشغيل نظام ضخ المحلول المغذي في المواسير بعد ذلك اوتوماتيكيا باستخدام التايمر بمعدل 3 ريات في اليوم، وتزداد إلى 4 ريات عند ارتفاع درجات الحرارة، بحيث تكون مدة كل رية من 10 إلى 15 دقيقة. طبعا انت مظبط التايمر بتاعك، الموتور بيفصل لوحده،
عبارة عن إنك أنت عامل موتور مية في البيت، والموتور ده ليه بالونة أو ليه الجهاز بتاعه اللي هو بيفصله. أنت والمواسير محملة المية، بيجي فاصل أوتوماتيك إيه لوحده، ما بيفضلش إيه شغال، اللي هو المواتير اللي بترفع لك مية في المنازل. النقطة اللي بعد كده تحضير المحلول المغذي. نكتب بقى مع بعض، هنحضر المحلول المغذي. طب المحلول المغذي ده هحضره خلاص؟ لا، هقول لك يقف هنا في نقطة فنية لازم تفهمها. ايه هي؟ المحلول المغذي في الزراعة المائية سواء كانت هيدروبونيك او ايبونيك. الايبونيك اللي انت بتعمل ايه، تربط بريلت او في الترابيزات، بتعمل لها نوعين من المحلول، بسمي محلول ايه ومحلول بي، نوعين ايه من المحلول حسب الكميات والانواع اللي احنا هنديها لك دلوقتي في الجدول، وتكتبها ايه بالترتيب. ولما اقعد احل اجهز المحلول ايه او اجهز المحلول بي، المكونات بتاعته ابدا ادوبها كل حاجه لوحديها، مش هحط المكونات كلها مع بعضها واجي حاطط الميه وادوب، لا، هيحصل تفاعل بين المواد وبعضيها، فكده هيحصل ترصيب لبعض ايه العناصر الغذائيه اللي انت ضفتها، فبالتالي هيطلع المحلول عندك ليس له اي قيمه ايه غذائيه. ولكن انا علشان ادوب المحلول بتاعي صح، ادوب كل مكون لوحده في كمية مية خاصة بيه لوحدها. لو أنا هستخدم الحاجة ديت مثلا في 20 لتر، فأنا هاخد لتر الأول لإيه ولتر كذا كذا، أدوب كل حاجة لوحديها وأجي حاططها إيه في الوعاء بتاعي اللي أنا هستخدمه لحفظ المحلول المغذي بتاعي. تعالوا نشوف تحضير المحلول المغذي. أولا عندنا هنحضر المحلول المغذي المركز. المحلول المغذي المركز ده اللي انا هحتفظ بيه وبعد كده هاخده اخففه. يعني ليه؟ لان انا مش كل يوم او كل اسبوع هروح اعمل محلول، انا هعمل محلول مره او مرتين خلال طول فتره ايه نمو النبات، وانا هبدا اسحب من الجيركن الكميات اللي انا ايه عايزها اخففها بحاجه ايه تاني. اولا تحضير المحلول المغذي المركز. يتم تحضير المحلول المغذي المركز وهو يتكون من محلولين، وهما محلول A ومحلول B، كما هو موضح بالجدول A التالي. هنشوف الجدول مع بعض وفيه كميات. مكونات المحلول المغذي المركز A، تعالوا نشوف هيتكون من ايه، وقلنا المكونات هندوبها كل مكون لوحده. ليه؟ علشان ما يحصلش تفاعل بين ايه المكونات قبل ليه الذوبان، ويحصل ترصيب لبعض العناصر ايه الغذائية. ادي او الجدول اللي خاص بايه بالمحلول ايه، بيقول لك نوع السماد، كميه السماد اللازمه، كميه الميه. محلول ايه كميه الميه اللي هيحتاجها 40 لتر، انا هحتاج 40 لتر المحلول ايه. طيب المخلوط مخلوط من سمادين بالنسب التاليه، بالكيلو جرام من سماد 9039. يعني ايه 9039؟ يعني 9 ديت خاصه ايه بالنيتروجين اللي هو الان بي كي. الان بي كي، الان عندي هنا هتكون 9، البي اللي هو الفوسفور هيكون 0، الكي هنا هيكون اللي هو البوتاسيوم هيكون 39. طيب هحتاج بعد كده ايه المكون الاول كده، محتاج كيلو جرام من السماد اللي هو 9039. انا لما بروح مع حل اسمده هقول له ايه، اديني كيلو سماد 9039. طيب المكون الثاني 250 جرام من سماد 19 19 19 اللي هو ال ان بي كي الثلاثي، متساوي في النسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم متساويين 19 19 19. انا بقول له ايه، انا عايز سماد 250 جرام من السماد ال ان بي كي التسعتاشرات. قال لي مفيش تسعتاشرات، العشرينات يمشي، ما انا عندي اصدارين منه، في شركات بتنتجه تسعتاشرات وفي شركات بتنتجه ايه عشرينات، العشرينات يمشي ايه معايا. ده انا هستخدم كميه السماد اللي انا هستخدمها قد ايه، 4.8 كيلو جرام، 4.8 ايه كيلو جرام اللي هيدوبوا فين، في ال 40 لتر ميه. طيب ال 40 لتر ميه هينزل معاهم ايه تاني؟ هتنزل معاها حاجة اسمها سلفات مغنيسيوم. سلفات مغنيسيوم هاخد منها كيلو و600 جرام، كيلو و600 جرام هدوبهم من خلال ال 40 لتر مية. طيب أنا خدت من هنا لترين دوبت فيهم المكون الأولاني اللي هو ال 4 كيلو و800 جرام،
دوبته وهحطه ايه في الجيركن، اخدت برضو من المية النظيفة اللي ما فيهاش الاستسماد، اخدت لترين او ثلاثة دوبت فيهم الكيلو وستين وستمية جرام سلفات مغنيسيوم. مركب العنصر الثالث اللي هينزل في السماد الايه، مركب عناصر صغرى 270 جرام، هاخد 270 جرام عناصر ايه صغرى. طب ايه هي العناصر الصغرى؟ احنا قلنا العناصر الصغرى في التعريف بتاعها انها هي كمية العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات ولكن بكميات ايه قليلة او كميات صغيرة ولكنها ضرورية لحياة النبات. مش بمعنى انها عناصر صغرى ملهاش اهمية، لا، ده النبات مش هيقدر يكمل دورة حياته او يكمل حياته بدون العناصر الغذائية الصغرى. زي ايه؟ زي الحديد، البوران، المنجنيز، المغنيسيوم، الزنك، الحاجات ايه ديت، العناصر ديت. فانت بتشتري مركب عناصر صغرى، اقول له عايز عناصر صغرى، بتيجي متجمعة مع بعضيها. ودايما احنا بنجيب العناصر في الصورة المخلبية، في الصورة ايه المخلبية، ولو كان اعلى من كده اجيبها في صورة قدحة، اجيبها في صورة ايه قدحة. بمعنى ان انا رحت للراجل بتاع المبيدات بقول له اديني عناصر صغرى مخلبية، عناصر صغرى ايه مخلبية، يعني كل عنصر شغال ايه منفرد لوحده ولا يعيك الاخر. ولكن انا لو قلت له اديني العناصر الصغرى على صورة ايدها هيفهمني وهيعرف ان انا راجل فاهم ويقدر يديني الحاجة ايه الصح وما يضحكش عليا ويديني اي حاجة ايه وخلاص. ممكن يقول لك خد الكيس ده والكيس ده، ده عنصر زنك، ده عنصر حديد، ده منجنيز، ودوبهم مع بعض، هتقعد تدوبهم هيحصل تفاعل بينهم ويطلع العنصر العناصر بتاعتك ليس لها اي قيمة لانها ما كانتش في صورة في صورة مخلبية او في صورة ايه ايدها. يبقى احنا كده المخلوط السمادي الاول حطينا فيه ال NBK، مجموعة العناصر الكبرى ال NBK في صورة 19 و9039، حطينا منه 4 كيلو جرام و 4 كيلو و800 جرام. العنصر الثاني سلفات مغنيسيوم كيلو 600 جرام، والمركبات العناصر الصغرى بتكون 270 جرام. بكل ده هيتدوب في ال 40 لتر ميه عندك وفي جيركن وهتشيله. ده المحلول ايه، المحلول ايه ايه. تعال نشوف بقى المحلول اللي بعد كده. مكونات المحلول الغذائي المركز بي، خلي بالك هتزرع اسطح او هتستخدم نظام زراعه الهيدروبونيك، لابد ان تهتم اهتمام جيد بانواع المحاليل الغذائيه. هتروح تحط ميه بيضه، مش هيجيب معاك محصول، النبات مش هيستجيب معاك بالدرجه اللي انت ايه متوقعها. طيب ليه؟ لانك انت ما استخدمتش المحاليل او العناصر الغذائيه اللي احنا اتكلمنا ايه عنها. زي ما هنشوف مع بعض تركيب المحلول الغذائي بي. تركيب المحلول الغذائي بي، نوع السماد اللي هو سماد نترات الكالسيوم، برضو ده هيتدوب، المحلول هيكون كميته 40 لتر ميه. ايه كان 40 وده بي هيكون 40، لكن ده فيه سماد نترات كالسيوم هيكون 7 كيلو 600 جرام، 7 كيلو 600 ايه جرام. حديد مخلبي 400 جرام، دول 400 جرام، 400 جرام حديد مخلبي. يبقى انا عندي سماد نترات الكالسيوم هيكون 7 كيلو 600 جرام، وعندي الحديد المخلبي 400 ايه جرام، هيدوبوا كل ده في 40 لتر ميه، وهيبقى ده لوحده، ما ينفعش نخلط الاتنين ايه مع بعض. فانا عندي كده محلولين، محلول ايه ومحلول بي اللي انا هستخدمه في الزراعه ايه عندي، والكميات اللي انا احتاجتها اقدر اشتريها من محل الاسمده بالكميات والمواصفات اللي احنا ايه كتبناها في الجدول واللي انتوا حضراتكم كتبتوها ورانا في الورقه علشان تقدر تكون المحلول الغذائي بتاعك. تمام، احنا كده عملنا المحاليل ايه الغذائيه. يراعى ان يكون الماء المستخدم لخلط العناصر عذب ولا يحتوي على نسبه ملوحه، وتعتبر نوعيه الماء التي يحضر منها المحلول المغذي عامل هام ومحدد في اقامه مزارع المحاليل المغذيه. طيب مش ممكن نسال بعضنا سؤال جه في دماغنا كده، طب ليه احنا عملنا المحلول المغذي ايه ومحلول المغذي بيه، وده 40 لتر وده 40 لتر، ما نخلطهم مع بعض وخلاص. هقول لك مش هينفع. ليه؟ لانك انت حاطط ايه نترات كالسيوم او حاطط كبريتات كالسيوم، وعنصر الكالسيوم من العناصر التقيله. يعني ايه من العناصر التقيله؟
ممكن ترتبط معاه عناصر تانية ويوقفها لك، ما يخليهاش ايه تشتغل. فبالتالي انا فصلت المحاليل ما بين العناصر التقيلة اللي بيحصل منها تفاعل او بتعطل حركة العناصر التانية خليتها لوحدها، والعناصر اللي هي تقدر تشتغل مع بعضيها خليتها ايه وما تأثرش على بعضيها، خليناها في محلول ايه تاني لوحدي. ثانيا، تحضير المحلول المغذي المخفف. الله، طب ما احنا اللي فاتوا كان اسمه مركز، اللي احنا قلنا هنشيله في الجيركن هنعمل 40 لتر ايه و40 لتر بي. طيب هنعمل ايه في المحلول المخفف ده؟ المحلول المخفف ده اللي انت هتاخده وتضخه داخل النظام بتاعك بتاع الهيدروبونيك جوه المواسير عن طريق ان انا بضيفه في الخزان وهشتغل عليه بالموتور للمره اللي هيضخ لي جوه ايه المواسير. تعالوا نشوف التحضير بتاعه هيتم ازاي. تحضير المحلول المخفف، بعد تحضير المحلول المركز يتم تخفيفه بالماء الى التركيز المناسب لتحضير المغذي المخفف والذي يستخدم في تسميد النباتات كما يلي. هيستخدمه ازاي بقى؟ رقم واحد قال لك يتم إضافة المحلول المركز بمقدار لتر من المحلول A زائد لتر من المحلول B، وذلك لكل خزان سعة 20 لتر مية. يعني أنا ال 20 لتر مية هياخدوا مني لتر A ولتر A B لتحضير محلول مخفف، ويتم تقليب المحلول A جيدا. كده عرفنا المحلول اول نقطة هيحصل فيها ايه، هاخد لتر A ولتر B هدوبهم في 20 لتر مية عادية، هحطهم في 20 لتر ايه مية عادية في خزان ايه العادي اللي هو هيكون ملحق على الجهاز بتاعي وهيكون فيه الموتور او فيه المدخل اللي هتدخل لي داخل ايه المواسير. رقم 2، يراعى قياس درجة الحموضة وتركيز الاملاح في المحلول المخفف كل يومين. يعني انا كل يومين بقيس درجه الحموضه واقيس ايه درجه ايه الاملاح في المحلول إيه المخفف كل يومين الى 3 ايام بواسطه اجهزه القياس المتوفره في الاسواق. واجهزه القياس المتوفره في الاسواق ثمنها رخيص جدا، ثمن الجهاز لا يتعدى ال 20 جنيه او 25 جنيه، بيتقيس بيه زي الايه زي الترمومتر الحاجه ايه بتاعتك. تعالوا نشوفها، هنشوفها مع بعض. درجة الحموضة البي اتش أو ما يسمى الرقم الهيدروجين للمحلول المغذي، ويتم قياسها بجهاز يسمى بي اتش ميتر. يعني أنا كده أول جهاز هشتريه اسمه إيه؟ جهاز بي اتش ميتر، بيقيس إيه؟ بيقيس البي اتش أو درجة حموضة المحلول إيه؟ المغذي، درجة حموضة المحلول إيه؟ المغذي. طيب الجهاز التاني يفضل أن يكون رقم الحموضة البي اتش للمحلول المغذي في حدود من 5.8 إلى 6.5. إذا قلت عن كده ليها تأثير سلبي، وإذا زادت عن كده ليها تأثير برضو إيه سلبي. يبقى أنا يفضل درجة البي اتش عندي في المحلول المغذي تكون من كام؟ من 5.8 إلى 6.5 بي اتش. يمكن إضافة حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك اللي هو ال H3PO4، او حمض النيتريك، حمض النيتريك بنستخدمه في تنظيف شبكات الري اللي هو ال HNO3 عند ارتفاع البي اتش عن 6.5 للوصول للدرجه المطلوبه للمحلول ايه المغذي. يعني انا لو لقيت درجه الحموضه عندي ارتفعت او حصل فيها خلل، فانا هضيف حمض الفوسفوريك او حمض النيتريك، ما اضيفش الاثنين، هضيف فوسفوريك او اضيف حمض ايه نيتريك. إذا ارتفعت عن كام؟ عن 6.5 درجة بي اتش، وذلك للوصول إيه للدرجة إيه المطلوبة. كذلك يمكن إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو الـ KOH عند انخفاض البي اتش عن 5.8، وذلك لرفع درجة البي اتش للدرجة إيه المطلوبة. وإحنا قلنا الدرجة المطلوبة اللي هي إيه؟ ما بين 5.8 إلى 6.5 إيه بي اتش. إذا قلت هنا عن البي اتش عن 5.8 انا كده عرفنا بنضيف ايه، واذا زادت عن 6.5 هنضيف ايه. يبقى احنا كده هنضيف هيدروكسيد بوتاسيوم اذا قلت، واذا زادت انا ايه بقلل الحموضه باضافه حمض الفوسفوريك او حمض ايه نيتريك. يراعى قياس تركيز الاملاح في المحلول المغذي، وهو عامل هام جدا في تاثيره على نمو النباتات، ولذلك فانه بعد تحضير المحلول المغذي المخفف يجب قياس تركيز الاملاح بالبي بي ام. يعني بي بي ام ديت يعني تركيز الاملاح بالجزء في المليون،
ويتم ذلك عن طريق جهاز الاي سي. يعني انا كده هروح المحلات اللي هي والوكالات اللي موجوده في اول شارع الازهر هنا في القاهره، هشتري جهاز الاي سي وجهاز ايه البي اتش اي ميتر. انا هقول له عايز جهاز بي سي، هو عباره عن ايه اقلام بالظبط، بتحطها في جيبك زي القلم اللي جاف اللي انت بتكتب ايه بيه، بتطلعه وبتشيل لبيسه وليه شاشه رقميه وتحطه في المحلول زي الترمومتر، بيطلع لك القرايه ايه على الشاشه، بتبدا انت ايه تتعامل مع القرايه اللي هي ايه طلعت، اذا كانت عاليه او اذا كانت ايه منخفضه او كانت مظبوطه، بتبدا ايه تشتغل شغلك ايه الطبيعي العادي. علما بان لكل محصول درجه تحمل للاملاح، فالخيار يمكن ان يتحمل 1200 جزء في المليون. يعني ايه جزء في المليون؟ اللي احنا قلناها من شويه البي بي ام، البي بي ام اللي هو التركيز، تركيز الاملاح بالجزء ايه في المليون. يعني احنا قلنا كده الخضروات لحد على سبيل المثال الخيار بيتحمل لحد 1200 جزء ايه في المليون. ده شكل الجهاز اللي احنا كنا بنتكلم عنه، الاي سي ميتر والبي اتش ميتر. الاي سي ميتر شوف لو ركزنا شويه في القرايه على الشاشه هتلاقيه قاري رقم كبير، قاري رقم ايه كبير يعني 879، ولكن الجهاز البي اتش ميتر قاري ايه 10. ليه؟ لان احنا قلنا درجه الحموضه بتكون قليله، بتتراوح ما بين الطبيعيه ما بين 5.8 الى 6.5 ايه بي اتش، ولكن احنا دلوقتي في تركيز الاملاح قلنا على سبيل المثال الخيار بيتحمل لحد 1200 بي بي ام او 1200 جزء ايه في المليون من الاملاح. زي حضراتكم ما انتم شايفين احفظوا شكل الاجهزه اهو موجود عندك على الشاشه، جهاز الاي سي ميتر وجهاز البي اتش ميتر. طبعا احنا كل ده بنعمله علشان نعمل ايه مشروع اقتصادي صغير كده في البيت نقضي بيه او نضيع بيه وقت الفراغ عندنا، ونحول البيت بتاعنا نخليه حديقه جميله كده، السطح بتاعه سواء كان السطح او ايه او البلكونه، واكون انسان مفيد لنفسي اولا ثم اسرتي ثم المجتمع بتاعي. يعني انا دلوقتي اخدت شهره خلاص، بدات ازرع، بداوا الجيران يشوفوا السطح عندي شكله منور كده وفي زرع وشغال حلو، اكيد هيتكلموا ايه معايا، يبقى انا كده هبدا افيد نفسي وهفيد ايه الجيران اللي حواليا، وهبدا افيد المجتمع كله عن طريق ان انا هوصل الخبره وهوصل المعلومه اللي موجوده عندي اللي انا اكتسبتها، مجموعه الخبرات الفنيه اللي احنا ضربناها في الخلاط مع بعض، اللي احنا اتعلمناها وطلعنا منها زراعه ايه الاسطح، اسطح المنازل ايه والفنادق. تعالوا نشوف بعد كده. 4 يراعى عدم خلط المحلولين المركزين A وB مع بعضهما البعض بدون تخفيف، والا حدث ترسيب لفوسفات الكالسيوم في الحال. مش احنا قلنا من شويه ان احنا عندنا الكالسيوم عنصر تقيل هيترسب وهيرسب عناصر ثانيه ايه معاه، فانا لما ابدا اخفف او اخلط المحلولين مع بعض احنا قلنا ايه 20 لتر هحط فيهم لتر ايه ولتر ايه بي، فانا هجيب ال 20 لتر وهاخد نصهم ادوب فيه ده وده واجي اخلطهم ايه مع بعضيه، او انا انزل كل واحد ايه لوحده في ال 20 لتر الاول لحد ما يبقى ايه مخفف عشان ما يحصلش ترسيب لايه لفوسفات الكالسيوم. طيب ايه اللي هيحصل لو فوسفات الكالسيوم او عنصر الكالسيوم عامه حصل عنده ترسيب؟ هقول لك اللي هيحصل لو انت زرع خضر ثمريه، اولا الثمار اللي هتطلع لو كان خيار بدنجان كوسه هتطلع معوجه مش سليمه، الخضار اللي هو الخيار اللي انت بتشوفه في السوق مستقيم يبقى العناصر المعادله السماديه بتاعته كويسه، لكن المعوج تعرض لحاجتين، تعرض لعطش وتعرض لايه؟ انه ما خدش الكالسيوم بتاعه كويس او عنصر الكالسيوم عنده ايه؟ كان فقير يعني. فانت كده ايه؟ اول حاجه احنا قلناها ان الثمار هتطلع عندك ايه؟ مشوهه معوجه. طيب في حاجه ثانيه؟ في مرض فطري ممكن يظهر عندك بيتقال عليه الخبراء الزراعيين والمهندسين الزراعيين الموجودين في السوق بيقول لك عليه عفن طفيه السيجاره. يعني ايه عفن طفيه السيجاره؟ هتبص تلاقي الثمره بتاعتك سواء كانت طماطم مكوسه بدنجان هتيجي من القاعده من تحت وبدات تعفن، لونها يتحول للبني والبني ده يتحول لايه؟ لاسود، واصبحت عامله زي السيجاره الطفيه بتاعتها ايه من قدام، اسمه عفن طفية ايه السيجارة. وفي كمان بيقولوا عليها ايه عفن راس الدبوس، عفن راس
الدبوس، مناطق تانية بيقول لك اصل ده عفن راس الدبوس، ما ده موجود في الثمره ليه؟ نتيجه لنقص عنصر ايه؟ الكالسيوم. يبقى انا كده مش عايز الثمار عندي النبات اللي انا زرعه او المحصول اللي انا زرعه يحصل فيه اي اصابه فطريه او اي مرض، فانا بهتم جدا بالمعادله السماديه والتزم بالتعليمات اللي احنا اخذناها ديت، اللي هي خاصه بايه؟ باذابه المحلول A واذابه المحلول B وتخفيفهم مع بعض علشان ما يحصلش في ايه بينهم تفاعل ويحصل ترسيب لبعض العناصر ايه المهم. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده. 5، يراعى خفض كمية المحلول المغذي المركز المضاف للخزان في آخر أسبوعين من عمر النبات مما يعطي منتج صحي وآمن للمستهلكين. يعني أنا كده هجمع داخل على حصاد داخل على جمع، هبدأ أقلل المحلول المغذي أخليها مية بيضة بس بالتدريج. مية بيضة إيه بس؟ يعني إيه مية بيضة؟ يعني مية بدون سماد، ده في آخر إيه أسبوعين. فهيصبح عندي انا هجمع الخضر بتاعي ما فيهوش اي نوع من انواع ايه السماد، لان السماد هيكون ايه تحول جوه النبات اللي هو كان ممتصه خلال فتره حياته، تحول جوه النبات، اتحول لبروتين، اتحول لثمار، اتحول لايه للمكونات بتاعت النبات ايه اللي عندي. وانا هبدا اخفض الكميه بقى بتاعت محلول المغذي لحد ما اوصلها الميه ايه بيضه. لما يتذكر قدامك كلمه الميه دي ميه بيضه في المزارع بالذات، اعرف ميه بيضه يعني ميه بدون اسمده، ميه بدون ايه اسمده وبدون اي عناصر غذائيه. يعني انا في اخر اسبوعين هدخل الميه ميه ايه ميه بيضه علشان خاطر ايه انا داخل على جمع وما ياثرليش على صحه ايه المستهلك. 6، يتم تغيير المحلول المخفف كل 7 إلى 10 أيام لتجنب زياده تركيز الاملاح في منطقه الجذور، وكذلك لتجنب اي كائنات ممرضه داخل المحلول المغذي قد تصيب جذور النباتات. يعني انا المحلول المخفف اللي انا عامله كل 7 إلى 10 أيام بيحصل زياده تركيز الاملاح، فانا ببدا ايه ازود له ميه بيضه ميه عاديه عشان خاطر اقلل ايه تركيز الاملاح وما يتكونش عندي حاجات ممرضه خاصه ايه تعطل لي شغل الجذور بتاع النباتات اللي موجوده عندي اللي انا زرعها على الجهاز او اللي انا زرعها ايه في الترابيزات. هنشوف مع بعض الفيديو ده بيوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه كله من بداية الحلقة لحد دلوقت. هنشوف مع بعض التركيب. شايفين الخزان؟ الخزان قدام المواسير، ادي شايفين حضراتكم معايا المواسير موجودة متخرمة مكان الجور بالظبط، وموجود معانا الخراطيم بتاعة الري اللي هي هتوصل ما بين الماسورة والتانية. انا هاخد المحلول الزايد من الماسورة اللي فوق ينزل للماسورة اللي تحت عن طريق خرطوم ري 16 ملي. 16 ايه ملي؟ يعني انا بجيب خراطيم ري 16 ملي بوصل بها بين الماسورة ايه والتانية 16 ملي اللي هي ايه الجي ار، بس جي ار بدون نقطات، بدون ايه نقطات. انا بجيبها خراطيم سادة، بجيب خرطوم سادة بي في سي اللي هو 16 ايه ملي. هيتنقل منه العنصر الغذائي، الاسف المحلول الغذائي اللي اتضخ في الماسورة اللي فوق هينزل الماسورة اللي تحت وهيروح لفين؟ هيفضل ماشي لحد ما يروح للخزان ايه تاني. هيحصل ايه تبادل بين المواسير وبعضها زي حضراتكم ما شايفين وجود الخراطيم والفتحة. انا احنا كده مقفلين، بنقفل فتحات المواسير من قدام، ودي المكونات اللي هي موجودة عندنا على الترابيزة هيكون واضح فيها المحلول A والمحلول B اللي أنا إيه بستخدمهم، زائد الأصرية اللي أنا بستخدمها في زراعة الشتلات على جهاز الهيدروبونيك زي حضراتكم ما احنا شايفين كده. والخزان موجود ده فوق الأسطح اهوت. شوف فيه كام جهاز، الجهاز بقى الطول بتاعه حسب ما يناسبك. أقل طول عندي 2 متر، 2 متر، يعني انا معايا من 2 إلى 6 متر اللي هو طول الماسوره على بعضيها. انت بتجيب وصله الماسوره اللي هي خاص الاربعه بوصه مواسير الصرف ديت البلاستيك البي في سي بيكون طولها حوالي 6 متر انت بتشتغل ايه عليها. فانت لو عندك البيت سطح البيت عندك واسع فانت هتقدر تجيب الماسوره على بعضيها وتشتغل على الماسوره على بعضيها. السطح البيت ضيق صغير انت ممكن تقسم الماسوره نصين تخليها 3 متر و3 متر او اقل حاجه في الجهاز بيكون 2 متر.
زي حضراتكم ما احنا شايفين مع بعض شكل الجهاز بالظبط اللي هو موجود فوق الأسطح وجاهز للزراعة، موجودة الفتحات بتاعتنا دي، الأدوات اللي احنا اتكلمنا عنها كلها، المحلول المغذي A والمحلول المغذي B، دي القصرية اللي أنا بحط فيها الشتلة وبحطها في الفتحة اللي هي الفتحات اللي هي ايه موجودة، بتبقى فيها الفتحات من تحت عشان تسمح بنمو بخروج الجذور منها وتوصل للمية، او انا بعمل فيها حاجة اسمها العويل من تحت ينقل المية ايه القصرية لو كانت مستوى المية منخفض عن ايه عن الفتحات. انا عندي كذا نوع من انواع القصري ديت، زي القصرية الحمراء، في القصرية السوداء اللي موجودة قدامنا، في بعد كده البريليت، في عندي ده الغاطس اللي احنا قلنا عليه اللي هو موتور النافورة اللي بيضخ 8 متر، ده الشكل بتاعه لو حبينا نشتريه من السوق، ده الشكل بتاعه. عندي بعد كده هنشوف مع بعض في العرض دي المواصفة بتاعته اللي انت هتجيب عليها، دي بيضخ قد ايه. يبقى احنا كده مع بعض شفنا مع بعضينا الشغل بتاعنا اللي هو خاص بزراعة الأسطح ونظام الهيدروبونيك. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن أنا أكون قدرت أوصل لحضراتكم معلومة في زراعة الأسطح عن طريق جهاز الهيدروبونيك اللي هو الزراعة المائية، اللي أنا هقدر أنتج من عليه الخضروات الورقية أو الخضروات إيه الثمرية اللي هي هتكون صحية إن شاء الله للأسرة بتاعتنا والمجتمع كله، وأقدر أفيد نفسي وأفيد المجتمع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.